خلينا نقول ايه اللي بيحصل في الجسم اثناء التخسيس. احنا عندنا نوعين من الدهون يا دياب، دهون حشويه بتبقى موجوده حوالين المصارين والمعده، الدهون دي هي اللي بتغطي الاعضاء من جوه، اللي هي بتغطي الكبد والكلى وبتخلي حتى الفانكشن او الوظيفه بتاعه العضو الفلاني ضعيفه بسبب انه مدفوس وسط الدهون، صح كده؟ طبعا اول حاجه بتتاثر اثناء الرجيم هي الدهون الحشويه اللي هي موجوده على الكبد، بنفضي الكبد الدهني، بطنك بتخس، ترهلات ظهرك بتبتدي، التانيات الجامده دي بتبتدي تقل. بعد كده الدهون اللي بنسميها اللي تحت طبقات الجلد اللي هي بقى بتعمل رسمه وشك، اللي بتعمل الدبل تشين، اللي بتلاقيها بتريح من الدراعات، اللي هي بتبقى سبب اصلا في الترهلات بقى، اللي بتبقى لما بتختفي بصوره غير متوازيه مع قوه الجلد بيحصل ترهلات. يبقى انا لازم اخفي الدهون واقوي الجلد، لازم الاثنين يمشوا بطريقه متوازيه بالظبط. اما بيحصلش كده في العمليات اللي مثلا عنيفه زي المسار، تحويل مسار او السليف او حتى مثلا التكميم اللي هي عمليات جراحيه، بيبقى النزول فيها عالي جدا ومفيش اي تقويه للجلد، فبيبتدي الجلد يترهل ويحصل لوسنج للجلد جامد جدا ومحتاج ان هو يتقص ويتعاد بناؤه مره ثانيه. فالحل الوحيد هو ان احنا نقوم بمعالجه الجلد بصوره متوازيه مع التخسيس.